بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك الدكتور عمرو دامن. هناخد بقى أداة جديدة اسمها شريط التمرير أو السكرول بار زي ما هي واضحة قدامكم في الشكل ده. هنبدأ نتعرف على خصائصها والأحداث المرتبطة بيها ونبدأ نبرمجها زي ما بتتعلم في كل أداة. في الأول نبدأ ده شكل السكرول بار، في منه ناين، في هوريزونتال وفي فيرتيكال. كل شريط تمرير ده له مجموعة من الخصائص. أولا شريط التمرير ده بنبدأ نحركه من الأسهم دي، فهو بياخد أرقام بتديله أنت قيمة مينيمم، ففي قصة اسمها مينيمم بتديله القيمة الصغرى، وفي قيمة ماكسيمم بتديله أقصى قيمة يقدر يوصل لها. ولما بيبدأ يتحرك بيبدأ ياخد قيمة إن بتوين المينيمم والماكسيمم، القيمة دي اللي هو واقف عندها اللي هو المكان بتاعها بيعبر عنها بالفاليو. فانت بدايتك بتحدد له قيمه يبدا منها وقيمه ينتهي عندها، والفاليو دي القيمه اللي هو واقف عندها. ده كده الخصائص المهمه. في خاصيتين تانيين هنعرفهم واحنا شغالين، بس اهم خصائص اللي هي المينيمم والماكسيمم والفاليو. وفي حدثين بقى اللي هنكتب فيهم الكود. لما يحصل له اول حدث اللي هو تشينج، ده بيتم تنفيذ الكود اللي مكتوب جواه لما يبدا تغير او يتحرك الفاليو. الحدث الثاني بقى سكرول، لما تيجي تسحبه بالماوس، وفي فرق بين الاثنين. سكرول انك لما بيتم اثارته عند سحب الفائض، سحب زر المكان ده او السكرول نفسه، لما تيجي تسحبه فبيبدا ينفذه اثناء عمليه السكرولينج او اثناء عمليه السحب نفسه. انما تشينج ده بيتنفذ لما الفاليو تقف عندها. فالفاليو ده بيحصل تشينج لما يبدا يتحرك ويقف، تو ما يقف الفاليو تتغير، ياخد الفاليو اللي واقف عندها، وبعدين لما تقف يبدا بقى ينفذ حدث التشينج. انما سكرول اثناء عمليه السحب نفسه، اثناء وانت بتسحب السكرول بيبدا ينفذ السكرول. هننفذها قبل برضك عشان تثبت في دماغك وعشان تفهم ايه الفرق ما بينهم يعني. طب اهم حاجه بس نعرف الخصائص ونخش على طول على العمل بتاعنا. ففي عندك خاصيه مينيمم وماكسيمم فاليو، ده اللي احنا قلنا عليه. دي المين القيمه الصغرى، ماكس القيمه العظمى، فاليو دي القيمه الماكسيمم. في سمول بقى تشينج ولارج تشينج، ده القيمة بقى الحركة الصغيرة. لو وانت بتتك على السهم ده بيبدأ يتحرك small change، او في large change لما تتك في الحتة الفراغ دي بيبدأ يتحرك حركة كبيرة شوية. فهي دي القيمة اللي بتحدد small change واللارج change. طبعا ممكن تظبطهم انت في وضع التصميم او في وضع التشغيل. وضع التصميم انك تجيب الشاشة بتاعت الخصائص هنشوفها ونبدأ تظبط القيم بتاعتهم، وبعد كده او تكتب لهم كود انك تكتب اسم الأداة وتبدأ تغير قيمة. احنا هنعمل مثال وهنطبقه عملي ونشوف الخصائص دي. المثال ان احنا عاوزين نحرك صندوق على النموذج في مسافة افقية مقدارها 10 سنتي رأسي وافقيا 10 سنتي ورأسي 5 سنتي باستخدام شريط التمرير. خلي بالك احنا القياسات مش بالسنتي، القياسات بوحدة اسمها التويب، فلازم تحول الاول سنتي ال 10 سنتي وال 5 سنتي دول لين مقدارهم بالتويب. هنبدأ بس الأول نفتح شريط التمرير اللي هو الفيجوال بيزك عندنا. هبدأ أكبر الشاشة بتاعت النموذج وأجيب آدي شريط التمرير. في عندك أفقي وفي عندك رأسي. تعال نجيب واحد منهم بس الأول ونبدأ نشوف الخصائص اللي إحنا قلناها يا شباب. طبعا تقدر تتحكم في حجمه، فتجيب خاصية هنا طبعا اسمه إيه، هو مسميه اتش سكرول 1. ماشي. هتجيب خاصية اللي احنا قلنا عليها في مينيمم، المينيمم بتاعه صفر اهو، والماكسيمم بتحدده على حسب اللي انت عاوزه. وليكن الماكسيمم بتاعي مثلا 100. ماشي. هو بياخد ارقام، مش دعوة دي وحدة ايه، هو ياخد صفر ل 100، فمعناه ان القيمة هيبدأ من صفر لغاية 100. الفاليو بقى اللي هي القيمة الواقف عندها. طب تعالوا بس نعمل مثال صغير بس كده الأول قبل ما نخش على الحركة. هجيب الصندوق وادي التكست فاضي اهو. انا عاوز لما احرك الصندوق ده يبدا يحط لي القيمه هنا. هجيب حدث ايه؟ في عندك حدثين، يا تشينج يا سكرول. تعال نشوف الفرق بقى. التشينج اهو هبدا اقول له ايه، هو كده لما يحصل تشينج يعني لما قيمته تتغير، انا عاوز احط القيمه اللي اتغيرت دي في التكست. اقول له تكست 1.txt، عاوز احط القيمه في الصندوق يبقى على الشمال. اجيب من السكرول اللي اسمه اتش سكرول 1، ممكن تغير القيمه نفسها دوت فاليو. يعني لما يحصل تشينج حط القيمه دي في الصندوق، لما يحصل تشينج للسكرول حط الفاليو بتاع اللي واقف عندها في التكست. تعال نشغل برنامج كده ونيجي نحرك بالاسهم اهو، هتلاقي ان هو بيمشي واحد. لو نزلت الناحيه الثانيه الديفولت بتاع ان هو بيمشي واحد، اتكيت هنا برضك بيمشي واحد، يعني السمول تشينج زي اللارج تشينج دلوقتي.
ماشي، انا ما ظبطتش السمول تشينج واللارج تشينج زي ما انتم شايفين. لما بحرك قال لي دلوقتي القيمه، بيعرض لي القيمه. بس ناخد بس ملاحظه، لما عملت سكرول هل في حاجه اتغيرت يا شباب؟ حد ملاحظ حاجه؟ لا مش حاجه اتغيرت، لان الحدث انا مش عامله عند السكرول، انا عامله لما يحصل تشينج، يعني لما يقف يقول لك القيمه الحاليه كام. لو جبته هنا يجيب لك القيمه الماكسيموم، مش هيعدي عنها لان انا قايل له الماكسيموم بتاعك. لو جبته هنا مفيش قيمه بتتغير اثناء السحب. افرض انا عاوز اثناء السحب يغير، حلو، خد نفس الكود ده، اخده كات، وبدل تشينج هجيب من هنا اللي هو سكرول، واجيب من هنا الحدث اللي اسمه سكرول اهو. بدل ما كنت كاتبه في تشينج همسح بقى الحدث بتاع تشينج ده خالص واعمله هنا في السكرول. ايه اللي هيفرق؟ هيفرق، تعالى نشوفه عملي. ها، لما تيجي تعمل تشينج اتحرك ما فيش حاجه بتظهر، لان بيحصل تشينج بس انا مش كاتب الكود في الاكستشينج. امال كاتب الكود لما يحصل ايه؟ سكرول. لما يحصل سكرول بص، يبقى السكرول ده بيتنفس غير لما تسحب سكرول، لما تسحب سكرول. انما تشينج بيحصل لما يحصل تشينج، او حتى لما تعمل سكرول بس مش اثناء السكرول، بعد ما توقف عمليه السكرولينج تبدا بقى التشينج بيتنفس. فعشان كده لو انت عاوز تعرض الكور القيمة على طول، الأفضل إنك تحطها في حدث تشينج. ليه؟ لأن تشينج كده كده هيتنفس حتى لو تعمل سكرول، بس مش هيعمل أثناء السكرول، هيعمل أثناء بعد ما تخلص السكرول نفسه. فأنت السكرول ده بتستخدمهاش غير لو أنت عاوز أثناء السحب نفسه يبدأ يعمله. طب هل ممكن أكتب الكود في الاتنين؟ مفيش مشكلة. ممكن بدل ما تكتب الكود تاني ممكن تستدعي حدث من داخل حدث، تاخد الحدث ده تقول له انا عاوز لما اعمل سكرول برضك ينفذ تشينج. ماشي، بس كده انا بستدعي حدث من حدث، يعني بقول له اثناء السكرول بدل ما اكتب الكود تاني بقول له ايه؟ روح نفذ التشينج. يعني ما كتبتش حاجه في التشينج. فدلوقتي لما تيجي تعمل تغيير تشينج هيحصل، واثناء السكرولنج بينفذ التشينج لان انا قلت له كده. بس هو الديفولت بتاعه التشينج ده بيتنفذ بعد ما يحصل تشينج نفسه. يعني التشينج معناه ان هو يقف هنا. اوضح لكم الفكره برضك تاني، امسح ده خالص، امسحه، امسح الكود بس. دلوقتي انا عامل تشينج بس، تعالوا نشوف اللي يحصل ايه ده. ها، تشينج، التشينج بيتنفذ اهو، التشينج واثناء السحب ما بيتنفذش التشينج، لان انا لغيت الكود بقى خلاص، انا عامل تشينج بس. امال التشينج هتنفذ امتى؟ لما تشيل ايدك وتبطل سكرولنج التشينج هيتنفذ. فالتشينج بيتنفذ امتى؟ حصل تشينج حركه بعد الحركه ما تقف، بعد الحركه يديك الفاليو كام. فكده كده التشينج هتتنفذ، كده كده يا شباب التشينج هتتنفذ بس بعد عمليه السكرولنج. لو انت عاوز اثناء السكرولنج، بص اثناء السكرولنج ما بيعرضش القيمه، لان التشينج لما تقف بقى يحصل، تلاقي القيمه اتغيرت في الصندوق. واصله؟ لو انا عاوز بقى اثناء السحب القيمه تتغير، يبقى انت محتاج حضرتك تنفذ الحدث، نفس الحدث ده عاوز تنفذه لما يحصل سكرول، يا اما تكتب الكود يا اما تستدعي الحدث من داخل حدث. لما يحصل سكرول تقول له روح نفذ التشينج، لان انا عاوزه يتنفذ لما يحصل سكرول، يحصل التشينج ينفذ القيمه، يعني يعرض القيمه. ارجو تكون واضحه. تمام، هنرجع بس للسمول تشينج واللارج تشينج عشان نظبطهم. لو لاحظتوا ان في السمول تشينج واللارج تشينج نفس الحركه، هي بيزود واحد. طب انا عاوز اقول له ان السمول تشينج مثلا واحد، السمول تشينج لا يا عم، السمول تشينج عاوزها خمسه، واجيب اللارج تشينج اهي، لارج تشينج اهي. الافضل تعملها كاتيجوري احسن، بيجيبهم تحت بعض، نجيب لك المينيموم والماكسيموم والسمول تشينج واللارج تشينج، وليكن اللارج تشينج على الاقل بتبقى ضعفها، يعني على الاقل لو دي خمسه تبقى دي 10. فتعال نشغل بقى البرنامج. ايه اللي حصل؟ دلوقتي الستيب بتاعتك هتلاقيها خمسة لما تضغط هنا، لو لاحظت هناك الأرقام بتبدأ إيه؟ تزود خمسة. طب بعد كده بقت 70. اللارج تشينج لما تيجي تتك بين شريط التمرير وما بين الظرف ده أو السحب ده بيبدأ يزود 10 اللي هي اللارج تشينج. فهو ده الفرق ما بينهم، اللارج تشينج والسمول تشينج. فأنت اللي بتحدده، أنت اللي بتحدده، شوف أنت عاوزه كام. ماشي يا شباب، عادة انت اللي بتحدد السمول تشينج واللارج تشينج. عادة في ناس بس حاطط لها قاعدة، يعني ان السمول تشينج ده بيبقى عبارة عن 5% من الرينج، يعني انت عندك 100 فتاخد 5%، واللارج تشينج تاخد 10% من الماكسيموم ناقص المينيموم اللي هو اسمه الرينج، الماكسيموم ناقص المينيموم اللي هو الرينج. الخصائص زي ما انتم شفتوا ممكن تظبطوها هنا،
وضع التصميم، او تكتب لها كود في الفورم لود. يعني تيجي في الفورم لود وتيجي تقول له اسم الاداه كده اهو، تيجي تقول له لو انت عاوز تظبط تقول له تقول له دوت بقى المينيمم بتاعك كام، انا عاوز المينيمم يا عم يبقى انا عاوز ابدا من 100 براحتي ماشي، بس على حسب الابلكيشن طبعا، والماكسيمم عاوز يبقى 200، وتقول له السمول تشينج عاوز انت كام، السمول تشينج بتاعي السمول تشينج اللي انا عاوزه بيساوي مثلا 5 ماشي، واللارج تشينج اهو بتاعي مثلا 20 ماشي. يبقى انت ممكن تحطهم في الفورم لود. خلي بالك انا ظبطت من الاول من 0 ل 100، بس اثناء التشغيل تعال نشغل بقى كده هيحط القيم دي، هتلاقي المينيمم بتاعه بقى 100 اهو، لما تيجي تزود اهو السمول تشينج 5، والماكسيمم هتلاقيه في الاخر 200. لو حطيت هنا هيمشي هتلاقيه بيمشي 10 او بينقص 10 لمسافه اكبر زي ما انتم شايفين. فانت ممكن بتظبط الخصائص يا اما فاضل التصميم يا اما فاضل ايه التشغيل. ده كده خلصنا اللي هو المينيمم والماكسيمم والسمول تشينج والارجل تشينج. تعالى بقى نرجع للمساله بتاعتنا اللي هي كانت المساله عاوزه ايه، نمسح بقى كل الكلام ده كده بقى. انا كنت عاوز اعمل ايه في المساله لو حد فاكر السؤال؟ ها كنت عاوز احرك الصندوق ده، حلو، احركه مسافه 5 سم، حلو. يبقى انا عاوز اظبط ده الخصائص بتاعته ان هو يحركه من 5 سم اللي هو الصندوق، خلاص. يبقى الخصائص انا اعملها في الكود، بصراحه بحب اعمل حاجه في الكود. مين اللي هيظبط لي بقى الكود؟ يبقى المينيمم بتاعه ايه؟ انا عاوز يبدا من اول النموذج من اول صفر. الماكسيمم بتاعه يبقى ايه؟ 5 سم صح؟ ماشي. انا عاوز افقي تقريبا كانت 10 سم، افقي تعالى نشوف المساله كانت بتقول ايه. افقي اهي 10 سم، حلو. طيب 10 سم يعني 10، لا احنا 10 دي ماشي، انا مش هقول لك لا، بس هو كده هيجي تحط انت ال 10 في الليفت بتاع الصندوق اللي هو عشان يتحرك، فهتكون 10 تويب، فانا عاوزها تويب. طب تويب يعني ايه؟ المفروض تحول ال 10 ال 10 سم دول لتويب. هو احنا كنا لنا واحد، تحولها بقى ازاي؟ يعني هتضربها في قيمه. ان احنا قلنا الواحد انش ب 1440 1440. طب بس ده اللي هو التحويله بتاعت الانش، بس دي مش انش، تحول ال 10 سم الانش يعني نقسمها على 5 4 سم ماشي. عشان تحول السنتي للانش هتقسمه على 2، لان الواحد انش فيه 2 5 4 سم، يبقى ال 10 سم فيهم قد ايه؟ هتقسم 10 سم على 2 5 4 فيديك انش، والانش تضربه في 1440 يديك تويب. الاحسن في البرمجه شوف انت بتكتب المعادله ما تحسبهاش، يعني ده الافضل. يعني عاوز انت تحسبها بالاله الحاسبه وتديني رقم مفيش مشكله. الاتش سكرول دوت السمول تشينج المفروض تحط له قيمة عادة، احنا قلنا بنقول 5 من 100، 5 من 100 من الرينج. ممكن بدل ما تحسب انت الرينج في خاصية الرينج جواه، يعني الرينج اللي هي المينيموم، المينيموم الماكسيموم ناقص سكرول دوت مينيموم، بس هحطها في اقواس يطرح الاتنين دول جنب بعض ماشي. طبعا هو ممكن انت تحسبها كرقم يا شباب، اللي مش عاوز يكتبها معادلات مفيش مشكله، ممكن ما تعملش معادلات خالص وتكتبها انت كرقم. بس بدل ما نحسب معاها، اما احنا بنعمل برمجه ليه؟ يعني هو يحسب احسن، حتى لو في غلط في المعادلات تبقى ايه، او انت غيرت المينيمم والماكسيمم يبدا يظبط نفسه 10%، او ممكن نقول له ضعف السمول تشينج وخلاص. البرمجه وحلاوتها انك تقدر تعمل اللي انت عاوزه. المهم ان انت ظبطت المينيمم والماكسيمم السمول تشينج، لو مش عاجبك المعادله بتحسب لي الرقم وتحطه مفيش مشكله، واللارج تشينج. طب ده بالنسبه للراس. طب حلو، لو شغلت دلوقتي سؤال، هل ده هيتغير هيتحرك؟ لا طبعا مش هيتحرك. ليه مش هيتحرك؟ لان انت ما قلتلوش لما يحصل ده يتغير يحرك ده، ما قلتلهوش. طب مين اللي هيقول لي بقى المفروض يكون كده؟ امال اللي احنا عملناه ده ايه؟ ده بنظبط الخصائص بس في الفورم لود. انا اول لما يلود لا القيمه بتاعت اظبط المينيموم والماكسيمم بتوع السمول تشينج بتاع السكرول، اسف يعني. طب اجي هعمل اتاك دبل كليك هنا بقى، اجيب بقى ايه لما يحصل سكرول وان تشينج اعمل ايه بقى؟ عاوز اغير الصندوق ماشي، عاوز اغير مين؟ تكست 1 تغير ايه؟
عاوز تعرض الرقم تكست، تحطه في الصندوق نفسه تكست، لا عاوز احركه، احركه يمين وشمال، مين المسؤول عن كده؟ الليفت، يبقى غير لي الليفت، الليفت هياخد القيمه الجديده منين؟ ها مين اللي هيقول لي؟ مين الشاطر اللي يقول لي؟ ها؟ عليك نور، انا شايف في ناس بدات تتفاعل، يعني لو تاخد ايه لازم تجاوب، ها تاخد الفاليو، لان لما يحصل تشينج الفاليو هتاخدها من السكرول تحطها بقى فين؟ في الليفت، فالليفت لما تتغير يبدا الصندوق يبدا يتحرك. طبعا ده يحصل لما يحصل تشينج مش سكرول اب، كل ما تتغير. حد شاف حاجه اول لما ضغطت في الاول؟ لا جاي لقيته راح جاي عامل مره واحده كده، عامل قفزه مره واحده. طب ده حصلت ليه؟ لانه في الاول اول لما جينا شغلنا هو مش متظبط زي المينيموم اللي هنا، يعني مش متظبط من صفر، فلما يبدا يتحرك بيحط على الوضع عند الوضع الجديد، تبدا بقى تتحرك يبدا يتحرك معاك، انا عاوز اظبطها يمشوا مع بعض بسيطه. يبقى المفروض تكتب في الفورم دوت ان التكست 1 ليفت صفر، والسكرول هو كمان الفاليو بتاعته بتبدا من صفر، يبقى هما الاثنين بادئين زي بعض بالظبط، يعني الفاليو هما الاثنين هم بادئين من صفر، فتيجي تتغير فتلاقيه بيتحرك معاك، تيجي ترجع تلاقيه بيرجع معاك الصندوق. طب لما تيجي تضغط هنا دي لارج تشينج، خلي بالك سكرولنج ما بيحصلش حاجه، قال لا لما بيحصل سكرولنج كده ما بيتحركش ليه؟ عشان انت ما عملتش حدث ايه؟ سكرول، بس بيحصل حدث، بيحصل تغير لو ان حد خد باله، بيحصل اثناء السكرول ما بيحصلش تغير، بس لما تسيب ايدك بيبدا ايه؟ يخرج على الوضع الجديد. لا انا لما يحصل سكرولنج يتغير، ماشي يعمل حاجه، يبقى انت هتجيب هنا، هتجيب من هنا سكرول 1، تجيب هنا حدث بقى اسمه ايه؟ سكرول، وتكتب فيه نفس الكود ده. مين اللي شاطر يقول انا مش عاوز اكتب نفس الكود، افرض كود كبير، اقول له ممكن ما تكتبش، تستدعي الحدث ده نفسه من غير اقواس، تستدعي، فده اسمه استدعاء الحدث من داخل حدث اخر. يعني لما يحصل الحدث بتاع سكرول روح نفذ الحدث بتاع تشينج اللي هو ايه؟ يحط الفاليو بتاع الليفت. فكده ايه؟ ضربت عصفورين بحجر زي ما بيقولوا، لما تعمل سكرول هتلاقيه بيتحرك معاك بنعومه وسلاسه جدا، ولما تيجي تتكيت على الازرار برضك نفس الكلام هيتحرك معاك، اتكيت على لارج تشينج هتلاقيه بيتحرك معاك، وده الهدف، ده الافقي. مين الشاطر بقى اللي يقول لي هنعمل الرأس ازاي؟ ها؟ مين الشاطر؟ الموضوع بقى سهل جدا لو فهمت. تلاقي برضك هجيب واحد افقي اهو، هظبط بقى اسمه ايه؟ انا هظبطها برضك، هظبط اسمه، هو اسمه اسمه النيم ديسكرول، هجيب اسمه ديسكرول، وهبدا اعمل في الفورم لود، هروح اظبط الخصائص بتاعته بره، المينيمم كام؟ صفر، عاوز يبدا من صفر، الماكسيمم كام؟ انا عاوزه 5 سم، ماشي 5 في عشان احولها لتويب على 5 4 5 تالت ويب، وبعدين ضربتها في 1400. بعد كده السمول تشينج، السمول تشينج برضك لو عاوز انت تحسبها كنبه، عاوز تجيب المعادله بتاعتها تمام، اللي هي 5% في دي سكرول دوت ماكسيمم ناقص دي سكرول دوت مينيمم افضل يعني، ودي سكرول دوت لارج تشينج. برضك بقول للناس لو مش عاوز تكتب معادلات احسبها، بس نصيحه مني كمبرمج بقى انك تعملها كده، ان الحاجات اللي بتعتمد على حاجه تانيه عشان لو انت غيرت دول تبدا تتغير معاك يا شباب. يعني انت دلوقتي لو غيرت المينيمم او الماكسيمم هتلاقي السمول تشينج واللارج تشينج مش محتاج تعملهم، لانك بتقول له لو عاملها كمعادله فيهم كان دول فاريبل فيهم، فلما يتغيروا هيتغيروا التانيين، غير لما انت تحسبهم بالورقه والقلم هتضطر تحسبهم تاني لما تيجي تحب تغير. فهنا ايه؟ البي سكرول بقى دوت ايه؟ ارجو الناس تكون ايه؟ واضحه الفكره، حتى انا قايل اللارج تشينج خلاها ضعف السمول تشينج. بردك نفس الكلام انا عاوز هما الاثنين يبداوا مع بعض، فالتكست 1 دول بقى هيحرك راس اللي هو الطب يبدا من زيرو، والبي سكرول الفاليو تبدا بتاعته، هو بيحط الفاليو بتبدا من زيرو بس بردك باكد عليه. فطب بس ها لو حركت يا شباب، لو جيت حركت ها بيقول هنا في مسافه بس سبتها عشان ما تسيبش مسافه. دلوقتي اللي اتحرك هل هيتحرك معاك؟ لا طبعا. دي من الشاطر ده بيتحرك، ده مفيش تاثير. من الشاطر يقول لي ليه؟ ها؟ يا رب نكون خدنا بالنا يا رب. ها؟ ده عشان ايه؟ ما كتبتش الكود لما يحصل تشينج، ده يحصل له تشينج، ما قلتش يبقى اجيب ايه؟ اسمه ايه ده؟ في سكرول اهو، لما يحصل له تشينج، مين اللي يحصل له تشينج معاه؟ التكست، مين اللي في التكست يحصل له تشينج؟ الطب، عليك النور، يحصل له تشينج يعني، لما يحصل له تشينج انا عاوز اللي اتغير بقى في السكرول يحطه في الطب. بتاع التكست اللي اتغير في السكرول اللي هو الفاليو بتاعته
هو واقف عندها، فبقول له هات الفاليو بتاعت السكرول، السكرول حطها في الطب. طب بالمرة نشغله اهو، لما يحصل اهو ده بيتحرك معاك، ده رأسي، ده بيتحرك معاك ايه افقي. طب لو سحبت مين هيقول لي لو سحبت ده هل هيتحرك؟ لا. ليه؟ اشمعنى ده لما سحبته بيتحرك؟ لانك انت هنا بتعمل حدث سكرول اهي، انما التاني الهوريزونتال عامل له سكرول، انما الفيرتيكال ما عملناش له سكرولينج. طب تعالى نعمل السكرولينج كمان اهو، على اجيب السكرول ازاي حدث السكرول. ممكن تكتبها لو حابب، والافضل بقى في البرمجه مننا بنشتغل عملي، تجيب دي سكرول وتجيب حدث بقى من هنا ايه سكرول. طب هكتب الكود تاني براحتك، عايز تكتب كود تاني ماشي، مش عاوز تستدعي الحدث من داخل، حدث اللي هو زيه بالظبط، هو الكود زيه بالظبط، فبقول له هنا ايه استدعي حدث تاني ماشي اهو. هتيجي ده لما تحصل له اثناء السكرولينج بيستدعي التشينج ده اهو، يحصل له ايه ده اهو ده اهو. طبعا لو انت حركت بالاسهم بيتحرك معاك، حركت كده بيتحرك ايه بيتحرك معاك. فده كده السكرول بتحطه في كده والفاليو بتتغير، ممكن الفاليو دي تحرك بيها اداة، تاخد الفاليو تحطها في حاجة تانية، او لما ده يتحرك ممكن القيمة اللي جوه عاوزها تتعرض، خلاص القيمة بدل ما تحطها في الليفت، ولازم احطها هو قانون ان انا احطه في الليفت، لا انت تاخد الفاليو تحطها في اللي انت عاوز تغيره. هي السكرول بياخد قيم ما بين المينيمم والماكسيمم اللي انت بتحدده له، فالقيم دي انت بتشوف انت حاططها على حسب الابلكيشن بتاعك، عاوز تحرك فبتحطها هنا في الطب، وده تحط عاوز تحرك كده فحطيتها في الليفت. طب لو انا عاوز القيمه تغير القيمه للصندوق خلاص ما تحطهاش في الليفت الطب، مين اللي قال لك امبارح تحطها في الليفت الطب؟ انا ما قلتش كده، امال احطها فين؟ حطها في اللي انت عاوز تغير فيه، انا عاوز اغير القيمه اللي جوه الصندوق خلاص، حطها ايه اللي بتخصني المسؤول عن قيمه جوه الصندوق؟ تكست 1 دوت تكست، وهكذا يعني ده الفكره. عاوز تحطها في الليبل خلاص يا عم الحاج، رضا على ليبل، يبقى ليبل 1 دوت كابشر بيساوي اسمه سكول دوت فاليو. المهم ان الحدث بتاعك لما يحصل تشينج حط القيمه، او اثناء السكرول زي ما انا بعمل كده عاوز تغير القيمه يبقى ما تكتبش بالتشينج، تكتب الايه القيمه في السكرول. بس قلنا ان في مشكله، تركز، لو عملت سكرولنج يبقى مش هتنفذ غير اثناء السكرولنج، فبالتالي لو جيت تنفذ دولي كده هيحصل تشينج والسكرول مش هيتنفذ. هي الافضل تشينج، لو انت عاوز حدث واحد يتنفذ الافضل تشينج. ليه؟ لان تشينج كده كده لو عملت سكرولنج هتسيب ايدك، بعد ما تسيب ايدك هيحصل هينفذ التشينج في السكرولنج، بعد السكرولنج هينفذ التشينج اوتوماتيك. طب لو انت لا اثناء السكرولنج عاوز ينفذ التشينج تكتب الكود كده اثناء السكرولنج اهو، يبقى اثناء السكرول بتاع لا نفذ التشينج برضه ماشي، انما لو انت ما كتبتهاش هو هينفذ اوتوماتيك بعد السكرولنج، هيروح الفاليو هتتغير فهيبدا ايه ينفذ التشينج. ارجو تكون المثال واضح وتكونوا فهمتوا الفكره، يا رب تكون ايه يا رب تطبقوها وتستفيدوا منها في حاجات تانية. انا عاوز ابلكيشن تانية والناس تورينا ابلكيشن تانية. يا شباب كان معاكم الدكتور عمرو زامل، وانتظرونا بقى في الفيديو التاني جميل جدا بقى اللي هو بنتكلم على التايمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.